مع دخول موسم الأمطار في مملكة البحرين، أكد وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية المهندس أحمد عبد العزيز الخياط استعداد الوزارة التام للموسم من خلال الخطط والآليات المتطورة لتجنب تجمع مياه الأمطار وضمان سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية في جميع شوارع المملكة. أنا أعتقد أن السنة احنا وضعنا خطة استراتيجية يمكن تختلف عن السابق، أن احنا وزعنا فرق عمل لكل محافظة، طلنا فريق عمل للمحافظة الجنوبية وفريق عمل للمحافظة الشمالية وفريق عمل في المحرق وأيضا في أمانة العاصمة. هذه الفرق تعمل يدا بيد، البلديات وشؤون الأشغال يعملون مع بعض بالتنسيق مع أيضا مع أخواننا في الدفاع المدني والمرور وجميع الأجهزة الحكومية. ولله الحمد الخطة اللي وضعناها هذه السنة أعتقد أتت أكلها حتى الآن. لله الحمد الشوارع الرئيسية كلها كانت سالكة، مجرد ما أن يسقط المطر وتأخذ فترة بسيطة وتكون سالكة في اليوم الذي يلي المطر أو حتى قبل ذلك. الآن إحنا لله الحمد استخدمنا الكثير من المضخات اللي وزعناها على أرجاء المملكة، وهذه المضخات تعمل بصراحة بشكل مثل ما تقول آلي، تتم مراقبتها وأيضا تعمل بشكل سريع جدا للتخلص من بعض البقع اللي تتجمع فيها مياه الأمطار. ولكن ولله الحمد يمكن السنة كانت هذه أفضل من السنة السابقة، وإن شاء الله راح نتطور أكثر وأكثر في السنوات القادمة. أنا أرجو من إخواني المواطنين والمقيمين بشكل عام أن يعني يكونون يعني على حذر، أن لا يفتحون أغطية الصرف الصحي، وهذه أمر جدا هام، لأن أنا أعلم ذلك أن المواطن يكون في ارتباك لما يسقط المطر يكون بشكل كبير جدا أو قزير جدا، يفتح أغطية الصرف الصحي مما يخلق لنا مشكلة أن تختلق مياه الصرف الصحي المياه الآسنة بمياه الأمطار. طبعا هناك طاقة استيعابية لكل مضخة ولكل نظام، لما تفتح نعطي مجال أن الأمطار هذه تفتح راح يفوق الطاقة الاستيعابية للنظام اللي موجود، مما يؤدي إلى أن يصير ارتجاع، والارتجاع هذه ممكن يكون يؤذي المواطن.